مرحبا بك سي خالد، معنا اول لقاء سي خالد منسيس معنا العرب التونسي واول انتصار بعد 4 أو 5 أشهر كما نقول. والله تريز امبورتون سي فري، لاي مدرب لاي مدرب شيخ وفريق ماذا بيه في اول مقابله ياخذ 3 بوان. الحمد لله يعني ربي كان معايا اليوم وجاء الانتصار، لكن الاهم من 3 بوان صراحه لا رياكسيون اللي كنت ننتظر فيها من لاعبيت، نشكرهم على الرياكسيون هذه، لونجاجمون لعبوا به، الاسبري اللي لعبوا به، هذا هو راه اللي ناقص راه في الفريق، والاورغانيزاسيون بيان سور سور لو تيران. سي خالد نحن كما نقولوا بلغتنا كما يقول جمهور الملعب التونسي، اش حطيت لها اليوم؟ لا حكي، تحب بصراحه احكينا سواء اني والاطار الفني اللي معايا، حكينا معهم بلغه تاع كورجي. هذا الشيء كان ناقص. وفما حاجه اللي كي توش لو فري بروفيسيونيل، لازم الكلمه اللي تمس الملاعب. Je pense اللي قمنا به جملة، خاطر في جمعة جبتها من حاجة كبيرة. أقل من جمعة، مش جمعة. أقل من لو مينيموم، وموا كل واحد عارف الرول نتاعو ماتنو سو لو بلون ديفونسيف أوفونسيف، كنا واقفين مليح، الانتشار كان باهي سو لو تيران، سا سي تريز امبورتون. وبيان سور عندي دي جوار دي كاليتي اللي يعرفوا يلعبوا كورة، وظهرناها كان جينا بوتيتر. نشوف لوكازيون تاع البونتوسيني ولا لوكازيون تاع الإذاعة نتاع تيل. فما دي فراز عملوا اليوم، فما جمل في اللعب تعلم سبرك تعلم واحد الحمد لله. خدمنا عبد الله سوبان، خدمنا يسوتوش دبال، خدمنا يسوتوش دبال، وشفنا اني شانتيون منه اليوم. لكن ان شاء الله نشوفوا ليكيب نتاعنا تلعب اكثر وقت لمسه واثنين. فما كلمه قالها جمهور الملعب التونسي دون ما تحط خالد بن سيسي على راس فريق الملعب التونسي، قال لك يا سي خالد رد بالك على تيج. اش معناها رد بالك على تيج؟ معناها خلي تيج يلعب على امكانياته، مش يلعب. معناها فما حاجه عند تيج تصرفات احنا نقولوا زايده في الملعب، عشوائيه في التيران. اليوم رينا تيج حاجه اخرى، رينا تيج ديسيبليني يلعب كره للكره اكاهو. ورا واسمع انا وصيته في الجروب سواء تيج ولا واحد راه ولاد راه متربي برشا، ومروان نقول احنا بتاتر الدلول نتاع ستاتيونيزيان، نجمو ندلوك مي ميم تو تكون يعني بروفيسيونيل ومحترف. اوكي شكرا، تو حكينا اللغه مع بعضنا اني ومروان وفهمنا بعضنا، ما عندوش حتى اختيار، يلزم يلعب بالليكيب. كي يلعب بالليكيب باش يطلع هو رابح. صحيح يطلع هو رابح، خاطر اذا كان باش يلعب بالروح قلت له انا 10 سنين ما عيطولكش ليكيب ناسيونال، اذا كان تولي تلعب بور ليكيب. امكانيات مروان تاش تخول له انه ينجم يكون يجي نهار ويمشي ليكيب ناسيونال، يمشي مي عنده برشا خدمه راه كلك كيلو زايدين يلزمو زاد يدوفر لي فور باش نحل. رمارك نعرف اللي شافها سي خالد بن سيسي دو مجال الملعب التونسي هو الفيزيك اللي نقولوا مازال تعب فيزيك جوار الملعب التونسي. مازال خاطر ما خافيش عليك سي حاتم، راه حكى لي كان مكتف ما خلوش يخدم سي حاتم. وين يجي يخدم اكزرسيس؟ نحن عشان سافا عايش وين يجي باش يخدم اكزرسيس ما يخلوش يخدم. ما خلوش يخدموا، كان يخدموا في 45 مينوت. بون هذاك سي لو باسي، لا مش جديد. احنا كل اسبوع تو باش نقدموا سو البلان فيزيك، باش نقدموا سو البلان تكتيك، سو البلان تكنيك، باش نوليو تو مع الملاعبين والكوتش نتاعهم باش نوليو يحكيو فرد لغه. يا دو ترافاي خالد، الانتصار هذا اكثر حاجه باش يخليك تخدم مرتاح، سيرتو عندنا ماتش كبير الجمعه الجايه، وانت تعرف حتى ولكن يكون الملعب التونسي مش في فتره الزيه نتاعو، ديما الدربي عنده نكهه، جمهور الملعب التونسي متشوق معناها للدربي، رغم اللي يعرف اللي مازال سي خالد بن سيسي جديد على الفريق، لكن ديما نطمعوا بلغتنا باش الملعب التونسي يخرج بمباراه نظيفه ومباراه كبيره ان شاء الله. لوجيك وبالحق، الحاجه اللي نوعدهم بها نفس الاسبري تاتر مي اورغانيزي اون كونت اسبيرونس، خاطر باش نربحوا جمعه اخرى خدمه بعد نتيجه نحكي واحد نتيجه تجي واحد. اكثر حاجه جمهور الملعب التونسي طالبها يرى خدمه وما يهموش في الريزلتات. بحول الله ان شاء الله الخدمه، وعلاش لا الريزلتات ان شاء الله. خذينا 3 بوان مهمين برشا في الوقت هذا باش نخدموا باكثر اريحيه، لكن رانا ناقصتنا برشا خدمه ان شاء الله. ناقصتنا برشا خدمه، ربي يوفقك يا خالد. نعاونوا برشا على لي جون نتاعنا، على لي جون نتاعنا، وفما لي جوار اللي مش يكون زايد في المجموعه راه بصراحه مش ينسحب من تو من الجروب، مش تخلي حد. سي خالد رينا اول ظهور لشرف الدين الكشتي في هذا اللونس، يعني اول ملاعب، يعني اول ظهور ليه، خاطر هو لاعب جون وكانوا جمهور الملعب التونسي يتكلموا عليه برشا. اش بما شرف الدين ما يكورش، بما يبانش شرف الدين شفت عنده الامكانيات، احنا جوار السريع والتكنيك اللي يروشارشي في الموند اونتي. اوكي ميسي قصير ورابيد وتكنيك، علاش مش شرف الدين يبدا ياخذ في ثقه وشوفك الفولونتير اللي عنده العزيمه حسينا مريو حسينا حبه الملعب التونسي. واني بصراحه ديما الميل ولاد جمعي في اي فريق
عايشك في فرنسا. شكرا لك. شكرا لك.